اخواتي السلام عليكم، نهاركم مبروك وتحياتي من اخوات داخل الوطن وخارج الوطن. كيف كتشوفوا في اخوان حنا دابا باغيين نصرفوا السلعه على حمل المستبع ديالنا في مزال عارفين اخوت السيد بو عثمان الله يبارك الله يدير الخير. هو الفايل جدا تشوفوا تبارك الله كيسخر الامور الله يدير الفرخ خير تبارك الله. على سبب الاخوان تنشوف كما على الله كي كان واحد حاجه فوق طوب شي حاجه فوق زينه اصيل الدور يجي مالي فيه شي حاجه راه كنشوف شي حاجه يعني بمشي الخوت ما كاين لا غبر لا والو حتى حاجه من الاخر داك الشيء شي حاجه دور يجي وشي حاجه اصيله شي حياتي بهم خوت داخل مرحبا بجميع الاخوان فهمتي اللي خاصها تمشي سلعه مرحبا صغير كبير خروف خروفه ما كاينش اللي كيخلص هذه البيع ديال الخبز هنايا بحال 17 و800 هذا الشيء كان هو معك الثمن شويه الاخوان الثمن دابا لا بخروف لا بخروفه لا بنعجه سبحان الله العظيم راه مزيان الثمن لا اله الا الله. هو انتم الاخوان كتشوفوا السلعه كي دايره وغتبقى معايا الخوت نكمل الفيديو فهمتي الخوت من الاول حتى الاخر غنشارجيو ما عارفين غندير واش انا ونحطه في كوري وبقاو معنا ما تنساوش معنا الخوت شي باراس وجي جيم كومونتير زويون هادشي اللي كان هو هذا من الاخر الله يسخر الله يدير لي في الخير الله يبارك الخوت الله يدير لي في الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك. هذا هو الفياج الثالث الخوت تبارك الله السبع ديالنا من سيدي بو عثمان اللهم بارك الله يدير الخير. الخوت هنا كاينه 122 حوليه 122 الله يبارك الله يدير الخير ونطلب الله التيسير اللهم بارك الله تبارك الله. شي حاجه الخوت للاخر شي حاجه للاخر ما غناش ام كلثوم الاخوان تبارك الله شي حاجه طوب شي حاجه مليحه دوريجين ديال المليح تبارك الله. كاع اللي سند علينا الخوت كيسند علينا بالخير تبارك الله. نديرو شي حاجه مليحه ودوريجين ديال المليح تبارك الله ونطلبوا الله التيسير الله يسر عمر الخوت تبارك الله. غتبقاو معايا الاخوان حتى نشارجيو ان شاء الله باش نوصلو ثاني للكوري كيف العاده الخوت وتكملوا معنا الفيديو من الاول حتى الاخر تبارك الله. البيع ديال الاخوان هنايا على شي 17 و800 خوت تبارك الله على 1890 درهم الخوت تبارك الله. اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير اللهم بارك. 17 و800 ولكن شي حاجه الخوت الاخر المليح الكاليتي شي حاجه سوبر مليح الله يبارك اللهم بارك الله يدير الخير تبارك الله. تبارك الله اللهم بارك الله يدير الخير انا الخوت تبارك الله شي حاجه دمعات وشي حاجه مليحه اصيله الدوريجي حيطلع تبارك الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير وبقاو معنا الاخوان تكملوا معنا الفيديو راه شي حاجه سلاله الخوت اللي فيها كاع شي حاجه مانوك شي حاجه شي حاجه طوب وتبارك الله وفهمتي الاخوان راه اللي خاصها تدوز شي سلعه الاخوان بحال ما هادشي ولا تحت من هادشي مرحبا الخوت تبارك الله. ولكن راه الدوريجي راه ديال الكتيبات ماشي الناس كتلعب ولا شي حاجه شي حاجه راه طوب الخوت شي حاجه راه زينه تبارك الله. نطلبوا الله التيسير والله ييسر امور الخوت تبارك الله. الله يحفظك تبارك الله. ها شويه على السعد شويه عليه اللهم بارك الاخوان تبارك الله. حنا ما غنعرفوا فهمتي هو المسكين هذا المتبع ديالي قال لي راه خاصني 1000 هذا هو الفياج الثالث ولكن ما عرفنا واش بغى يزيد ولا ما بغى يزيدش. غنديو ليه هذه السلعه هذه الساعه بغى يزيد مرحبا لو بغى يزيد راه لا يكلف الله نفسا الا هادشي اللي كاين هو تبارك الله. وبقى معنا الاخوان تنشارجيو الخوت وحنا معاكم تبارك الله. هذا الخوت نانو هذه من الاخر هذا الخوت تبارك الله شي حاجه طوب هذا الخوت شاد دمعاتك وما كامله كلشي كاين جميع المواصفات في الخوت تبارك الله الله يبارك. تبارك الله الله يبارك الخوت 122 حوليه ولكن شي حاجه راه شي حاجه كنقول لك للاخر دوريجين ديال المليح تبارك الله. الله يسر الامور الله يدير لي في الخير ونطلب الله التيسير ولي دار شي الله يسهل عليه واللي ما عنده مسكين الله يوجد ليه تبارك الله. الله يسر الامور الله يدير لي في الخير شي حاجه الخوت للاخر تبارك الله الله يبارك 122 حوليه. انا بنادم مع فهمتي بنادم كيسخرنا الله لبنادم والله مسخر لاي واحد لواحد هادشي اللي كان هو هذا من الاخر تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير لي في الخير تبارك الله نطلب الله التيسير
ثم الاخوان كما كتشوفوا راه كنشارجيو ثاني كيف العاده كيف ديما كنشارجيو في السلعه المولاه. والله يسخر والله يدير لنا الخير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير الله يسخر الامور تبارك الله. 122 حوليه تبارك الله او معايا تنشارجيو ونكملوا الفيديو الاخوان تبارك الله. تعال حبس معنا محسن تعال زيد زيد الاخوان ديالنا الخوص راه نزيد كيشارجيو تبارك الله الله يبارك الخوص الله يدير خير. بس معايا حبس معايا بس يسخر الامور الله يدير لي فالخير خوت راه بعد معاك كيتوكل على الله وصافي هادشي اللي كان هو هذا وكاع اللي كيشتروا شي حاجه كنشتروا لي خوت في الصبا وبالنيه ونوكلوا طرف ديال الخبز حلال لوليداتنا خوت هادشي اللي كان هو هذا ونطلبوا الله التيسير فهمتي الخوت شي حاجه راه الاخر هذه تبارك الله تزيدها واحد الشهر ولا شهرين وتطلقوا لها الحولي لا خويا تتعمر كامله تبارك الله شي جوج حوار ولا ثلاثه تتعمر كامله تبارك الله. هذا هو الفايز الثالث الخوت بغى يزيد ديك الساعه الله يسخر ما بغى يزيدش راه بنادم راه حر فهمتي الخوت هادشي اللي كان هو تبارك الله طلبوا الله التيسير الله الخوت تما كما كتشوفوا السلعه راه شي حاجه طوب شي حاجه مليح يمشي على سواد وينظروا في سواد وياكلوا في سواد تبارك الله. ها انا دابا راه من الاخر هذه هذه الاخر جي معايا جي معايا تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير تبارك الله فوق طلع تبارك الله اللهم بارك الاخوان الله يدير الخير تبارك الله ونطلبوا الله التيسير كما قلت لكم اللي ما عندوش مسكين الله يوجد لي حنا ما فهمتي واللي عنده الله يسهل عليه الشيء كان هذا من الاخر حنا على سباب كنشريو شي حاجه للناس بالصر فهمتي الخوت ما كان لا غدر والو نوكلوا طرف ديال الخبز حلال خوتنا واللي معانا واللي ما معاناش ولادنا والله يستر عيب الخوت هذا الشيء اللي كان هو تبارك الله شي حاجه راه خوت راه الاخر تبارك الله شي حاجه طوب الخوت من الاول حتى الاخر تبارك الله الله يبارك والله يدير الخير ونطلبوا الله التيسير الله الله يبارك الخوت الله يدير الخير راه شي حاجه طوب شي حاجه دوريجين والحوليه تكون عريانه تبارك الله انا من الزناب والكمامه والدمعات وشي حاجه اصيل قدو رجلي نطلبوا الله التيسير الله يبارك الله يسخر الامور الخوت وبنادم راه على سبب وكمال الله الخوت تبارك الله يسر الامور الله يدير في الخير خوت غنشارجيو ونكمل لكم الفيديو الخوت كما كتشوفوا راه ما كاينش اللي غيعاوننا اخوانا بحدهم كيتقاتلوا ونطلبوا الله التيسير الله يسر الامور تبارك الله تبارك الله الخوت حوليه اصيليه والثوب والراس وكل شيء تبارك الله الله يبارك اللهم بارك الله يدير خير تبارك الله ونطلب الله التيسير الله ييسر امور الخوت تبارك الله كما كتشوفوا الاخوان معنا راه شي حاجه اصيليه شي حاجه دوري جي للاخر دوري جي للاخر تبارك الله تبارك الله الله يبارك الخوت الله يدير في الخير تبارك الله ونطلب الله التيسير تبارك الله الله يبارك نطلب الله التيسير هاي هو الحنفي هز حنفي كدير صحيح مزيان تشوف اصحاب امك تسمع غادي الله يستر الامور الله يدير الخير اخو تبارك الله مسكين هو كان دايز وكنصب الصباغه وشلنا في ساكته في نفسك نكدر مع الحوليه وبدا يشارجي معنا مسكين حنفي صاحبنا الخو تبارك الله النعجه الحره تبارك الله اصيليه تبارك الله الله يبارك الخو سير على سير شارجي شارجي الخوت غنشارجيو الخوت ونكمل لكم الفيديو الخوت الاخوان راه ما كاينش اللي يعاوننا محمد دير مزيان بخير تبارك الله الله ييسر امور الاخوان والله يدير لي فالخير شارجيو الاخوان ونكملوا الفيديو تبارك الله الله يبارك شكرا الله يعزك ليا سي محمد الله يحفظك كنشكرك بزاف ارحم الوالدين الله يعزكم تليفون ها هو تليفون كاينه كتبان ديه ليك شتيه سير الله يسخر تبارك الله اخوان كما كتشوفوا راه شارجينا السلعه هنا الخوت تبارك الله هي شارجي المولعه تبارك الله ونطلبوا الله التيسير الله ييسر الامور الله يدير شي حاجه يدير لي بالخير تبارك الله غتبقاو معايا الخوت تبارك الله ما كاينش اللي يعاون صافي تبارك الله هيا كل يوم شارجي الخوت تبارك الله الله ييسر الامور 122 حوليه تبارك الله الله ييسر الامور الله يدير لي بالخير كيصادر الخوت تبارك الله شويه اليوم حنا غنمشيو ان شاء الله بطريق السلامه ودعوا معنا الاخوان تبارك الله والله ييسر الامور او معايا حتى الاخر اخوت نهاركم مبروك وتحياتي لكم. انا جاي اليوم السوق مسكر. هذه شفتها ولدي الخير الاخوان تبارك الله. صافي الاخوان ونكملوا الفيديو تبارك الله.
فوت وكمل الفيديو تبارك الله. شوفوا الاخوان في صنعاء عندنا تتبع ديالنا، الله يبارك الله يدير الخير تبارك الله، والله يسر الامور والله يسهل عليه تبارك الله، ونطلبوا الله التيسير ونهاركم مبروك الاخوان، وتحياتي لكم داخل الوطن وخارج الوطن كما كتشوفوا سلعه زوينه وسلعه مليحه تبارك الله، الله يسر الامور تبارك الله، الله يسر الامور والله يدير لي بالخير، نطلبوا الله التيسير ونهاركم مبروك وتحياتي لكم الخوت، في خاصه السلعه مرحبا مرحبا والف مرحبا الخوت، والسلام عليكم ورحمه الله.